بسم الله، اهلا بيكم يا شباب في كورس السيارات الكهربية. الكورس ده مهم جدا يا اخوانا لكل الناس، مش لمهندسين الكهرباء بس، لان كل الفترة اللي جاية هتتكلم عن السيارات الكهربية، وكل الناس هتضطر ان هي تتعامل مع السيارات الكهربية، هتركب السيارات الكهربية، هتشتري سيارات كهربية. طيب الكورس عندي يا اخوانا بينقسم الى جزئين. السكشن الاولاني هتكلم عن الالكتريك فيكلز او المركبات الكهربية بصفة عامة، سواء كانت سيارة كهربية سيدان او سيارة كهربية كبيرة او اتوبيسات بتشتغل بالكهرباء، اي شيء بيشتغل بالكهرباء متحرك فبيسموه الكتريك فيكلز. تمام، يبقى هنتكلم عن المكونات بتاعته بالتفصيل. والجزء الثاني في الكورس هيتكلم عن شحن هذه المركبات الكهربية، وده مهم جدا، لاني قبل ما انا اقول تعالوا يا شباب ده احنا هنحول من سيارة او سيارة محركات احتراق داخلي الى سيارات كهربية، لازم اوفر بيئة شحن او اوفر محطات شحن، لان الناس عندها تخوف من موضوع شحن السيارات الكهربية. فمهم جدا ان انا ابدأ اتكلم عن السيارات الكهربية سيكشن رقم 1، السيارات الكهربية سيكشن رقم 2، شحن السيارات الكهربية. هتتكلم عن ايه بقى دكتور في السيارات الكهربية؟ هنتكلم عن كل شيء في السيارات الكهربية، اي حاجه في السيارات الكهربيه ان شاء الله، او في المركبات الكهربيه عشان ما نخصصش في السيارات، ممكن ناخد اتوبيسات، ممكن ناخد اي شيء، الكتريك فيكلز يعني مركبات كهربيه. طيب انا هبدا اتكلم اول حاجه في المركبات الكهربيه او السيارات الكهربيه عن المكون الجديد الرئيسي في السيارات الكهربيه اللي هو البطاريات او الباتريز. هنتكلم بالتفصيل عن كل انواع البطاريات بصفه عامه، وندي فكره عن انواع البطاريات وازاي بيتم عمليه تخزين الشحنات الكهربيه داخل البطاريات، وبعدين نبدا نتكلم عن البطاريات المستخدمه في السيارات الكهربيه اللي هي الليثيوم ايون باتريز، ونبدا ندخل ديبلي وناخد تفاصيل عن بطاريات السيارات الكهربيه الليثيوم ايون باتريز، وفيها تكنولوجيز كتيره جدا. هنبدا نتكلم عن هذه التقنيات بالتفصيل، وايه هو اخر تطور في تقنيات البطاريات، وايه هي المصانع العالميه اللي بتستخدم او بتنتج تمام بطاريات ليثيوم ايون وبتبيعها للبراندات الكبيره اللي بتنتج السيارات الكهربيه. رقم 2، هنبدأ نتعرف على حاجة بيسموها الباتري مانجمنت سيستم، أو نظام التحكم أو الكنترول في البطاريات، نظام إدارة البطارية. يبقى أنا عشان أأمن البطارية وأطمن الناس من الأول إن البطارية معمول عليها احتياطات كتيرة جدا، بستخدم نظام الباتري مانجمنت سيستم، نظام إدارة البطارية، أتحكم في درجة حرارة البطارية، اتحكم في الجهد، اتحكم في التيار، وبحط سنسورز على البطاريات في اماكن معينه عشان ابدا اتحكم في التمبريتشر والفولتج والكرنت بتاع البطاريه، وبالتالي يبقى موضوع البطاريات الناس ما تخافش منه، في باتري مانجمنت سيستم بتحكم في البطاريات، والموضوع مور سيف يا اخوانا. ماشي، في ريسك بيبقى موجود في البطاريات الليثيوم ايون باتريز، بس الاختبارات اللي بتتم واجهزه الحمايه اللي محطوطه عالية جدا، وده هنبدأ ناخده بالتفصيل. يبقى السكشن الأولاني هنتكلم عن البطاريات ونظام إدارة البطاريات، ده أنا بعتبره سكشن. السكشن الثاني في السيارة الكهربية اللي هو الموتور، هنا احنا مش بنتكلم عن موتور الاحتراق الداخلي بتاع السيارات العادية، أنا بتكلم عن مواتير السيارات الكهربية أو الإلكتريكال موتورز أو الإلكتريك موتورز، ودي أنواعها كتير جدا المستخدمة في السيارات الكهربية، وكل شركة بتستخدم نوع مخصص او معين من المواتير الخاصه بالسيارات الكهربيه. وهنبدا نشوف هل السياره الكهربيه زي السياره العاديه فيها موتور واحد بس، ولا ممكن احط موتور قدام وموتور ورا، ولا ممكن احط ثلاث مواتير، ولا ممكن احط على كل عجله موتور في السيارات الكهربيه، ده هنبدا نشوفه. يبقى السكشن رقم 2 اللي هو الموتور. طيب الموتور بياخد اي سي، بياكل ويشرب اي سي، والبطاريات بتطلع دي سي، يبقى لازم يبقى في النص جهاز مهم جدا تمام، اللي هو بنسميه الانفرتر، اللي هو بيحول الدي سي الى اي سي. واوعى تخطا، لان في فرق بين الانفرتر والكونفرتر، الكونفرتر بيحول من اي سي الى دي سي، والكونفرتر ده لو انت واخد بالك يعتبر موجود جوه الشاحن بتاع السياره، لان احنا بنشبك او بنركب على شاحن في البيت اي سي، وبيدخل على الشاحن وبيتحول لدي سي عشان يشحن البطاريه. طيب
يبقى انا خدت البطاريه ومين ونظام التحكم في البطاريه ده سيكشن، بعد كده الموتور ونظام التحكم في الموتور اللي هو الموتور كنترول او الانفرتر، يبقى الكنترولر بتاع الموتور عشان يقدر يتحكم في الجهود والتيارات والتردد الخاص بالكهرباء اللي هتدخل لموتور السياره الكهربائيه. بعد كده بتبقى باقي المكونات عباره عن مجموعه من الاكسسوارز المقصوره بتاعت السياره، فيها شويه يعني انوفيشن، شويه في حاجات جديده خاصه بيها بالوزن بالسعه بالكلام ده كله. المهم دول الحاجات الرئيسيه اللي احنا نبدا ندرسهم في كورس الكتريكال فيكل في جزء السياره نفسها او المركبه نفسها. الجزء الثاني بقى وده مهم جدا اللي هو محطات شحن السيارات الكهربية او الالكتريك فيكل تشارجنج ستيشن. تشارجنج ستيشن دي مهمه جدا، وهنبدا نشوف انواع الشواحن يا اخوانا، في اي سي تشارجر وفي دي سي تشارجر. انا ممكن ادخل الكهرباء مباشره على البطاريات من خلال شاحن دي سي، لان انا عارف البطاريه دي سي، فانا هشحن دي سي، وده بيسموه فاست تشارجر او سوبر فاست تشارجر. هنبدا نتكلم عن البنيه التحتيه او الانفراستراكشر الخاصه بتركيب محطات الشحن بالتفصيل، وهنذكر امثله كتيره جدا على البنيه التحتيه او الانفراستراكشر، وازاي كمان هناخد تاثير ربط محطات شحن السيارات الكهربائيه على شركات الكهرباء وعلى الكواليتي بتاعها، وازاي نختار انسب مكان وانسب موقع نبدا نركب فيه محطه شحن، لان احنا لو ركبنا في اماكن غلط او ما اخترناش الاوبتيمال لوكيشن والاوبتيمال سايز بتاع محطه الشحن، ممكن ده ياثر على شبكه شركه الكهرباء اللي موجوده في البلد، تمام، تاثير سلبي. فاحنا لازم ندرس الكواليتي بتاع الكهرباء وتاثير محطات شحن السيارات الكهربائيه عليها، وده جزء مهم جدا، وان شاء الله انا هديه بطريقه احترافيه عاليه في عمليه تاثير محطات الشحن على الشركات الكهرباء. هنبدا ناخد بالتفصيل الاي سي تشارجر، الاي سي تشارجر، وناخد بالتفصيل الدي سي تشارجر. هنتكلم عن الاون بورد، الاون بورد يعني اللي موجود جوه السياره، اون بورد تشارجر. هنتكلم عن الاوف بورد تشارجر، وبالتالي هيبقى السكشن الثاني خاص بمحطات الشحن والانفراستراكشر، والسكشن الاول خاص بالسياره الكهربيه ومكوناتها وتفاصيلها. هناخد طبعا بعد كده تطبيقات عمليه على سيارات زي النيسان ليف، هناخد ان شاء الله تعالى في الكورس سلايدز كتيره جدا وكتب كتيره جدا خاصه بالتكنولوجيز الجديده اللي موجوده في السيارات الكهربيه، وايه هي التقنيات المتبعه في السيارات الكهربيه بالتفصيل. فان شاء الله الكورس هيكون ينقسم الى السيارات الكهربيه وشحن السيارات الكهربيه، وهيكون كورس مليان ان شاء الله داتا وسيميوليتورز وبي دي افات بتشرح، وسلايدات بتاعه الشرح ان شاء الله تبقى موجوده معانا بالتفصيل. الكورس يا اخواننا ان شاء الله هيبقى كورس يعني عملي ونظري، وان شاء الله هنشرح على سيارات كهربيه فعليه، هنوري لكم فيها المكونات وهندخلكم على برامج وسيميوليتورز. فالكورس ان شاء الله يكون باذن الله تعالى كورس بالعربي مفيد لكل الناس الناطقه باللغه العربيه، باذن الله تعالى يكون مفيد لكل الناس، بدايه كورس قوي من اقوى الكورسات باذن الله تكون في الوطن العربي. والكورس باذن الله هيضاف له محاضرات دايما جديده، كل ما ان شاء الله هيبقى فيه جديد يوم بيوم ان شاء الله يتصور فيديوهات وتترفع على المنصه على اساس يبقى فيه تحديث وتطوير باذن الله مستمر على محتوى كورس السيارات الكهربيه ومحطات الشحن. واشوفكم في كورسات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.